السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مارياس. اليوم غنحضر هاد لي كاب كيك بالشوكولات، كيجيو بنان ومعلكين من الداخل. ممكن ترسلوهم مع وليداتكم المدرسة، علاش لا؟ تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير وكملوا الفيديو إلى الأخير، وما تنسونيش باللي لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم. المقادير كنحتاجو 3 ديال البيضات، رشة ملح، كاس معمر ديال سنيدة، واحد ساشي فاني، وغنضربو مزيان حتى كيتضاعف الخليط بهذه الطريقة. هذه غنضيفو كاس لاروب ديال الزيت نباتي، نضيف واحد دانون فلان مع ربع كاس ديال الحليب، فيه نص معلقة ديال نسكافي حليب بارد. هنا غنضيف معلقه ديال الشوكولات ديال الدهن، دابا غنضيف جوج ساشيات ديال كاكاو غبره مر، أي ما يعادل تقريبا جوج معالق كبار ديال كاكاو مر، ونخلطو مزيان. حساب الخليط، انا هنا الخليط ديالي طلب لي جوج لاروب او كاسونس ديال الطحين بقياس الكاس العنبه. كنضيف الدقيق على دو فوعات و نخلط.
غنضيفو جوج خمارات حمرين او اي ما يعادل 16 غرام. من بعد ذلك غنعمروه في الكويغطات ونديروه في داك المول الخاص بالمادلين وغنوجدو الفران. الفران يكون ساخن من قبل. من بعد ما ندخلوهم الفران نقصو على الفران، نقصو عليه درجة الحرارة باش يتنفخو مزيان. انا هنايا زوقتهم بالشكلاط، قطعتو طريفات صغار، تقدروا تزوقوهم باي حاجة بغيتو. عاد ندخلهم الفران دابا. هذه هي النتيجة النهائية. داك الشكلاط راه هبط لتحت، ملي كتحليها كيدوب داك الشوكولا، كتجي لذيذه بزاف. ولادكم اكيد غيحبوها، كنتمنى انكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو نديروا لايك وديروا اشتراك للقناه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.